اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين المتتبعين ديالي؟ بخير واش لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم هاد لي دونات، تيجيو غزالين بالنسبة للوليدات، تيجيو فتيين، كيجيو فنين، واخا تيتقلاو في الزيت راهم كيجيو ما شاربينش الزيت نهائيا. المهم انا غادي نقدم لكم المقادير. انا درت نص كيلو ديال الدقيق، نوعيه ممتازه، ودرت جوج بيضات، خماره حمراء، درت معلقه ديال الخبز، درتها في كاس ديال الحليب دافي على نص كاس ديال سنيده، درت 3 ديال المعلقات ديال الزبده، نوعية ممتازة، وضفت واحد الفاني، أكيد هي كتجي تتنسم لي دونات وكيجيو زوينين بزاف. نتمنى تجربوهم وردوا عليا الخبر كيف العادة. ودابا غادي نبدأ الطريقة. المهم أنا فات مني عجنت العجينة، ما تحدف لي المقطع ديال العجينة فاش كنت كنعجن، برزتني الصراحة ولدي، بانوا لي هادوك لعيبات ديال التزيين، عجبوه بزاف وبرزتني فاش كنت كنعجن. وانا من بعد ما غادي نعجن العجينة. كيف كتشوفوا كتبقى كتلصق، خاصها تكون بحال هكا كتلصق، يعني ما تكونش ثقيله العجينه. صافي كنغطيوها كترتاح واحد ربع ساعه، وكنبداو كنطلقوها بالمدلك. وتنقطعوا بواحد القطعه تكون دائريه. انا ما عنديش هذيك القطعه ديال لي دونات، هما كيتباعوا جاهزين، يعني كيكونوا قطعات والوسط ديالهم كتكون واحد الثقيبه. انا عندي سميتو قطعتي بقطعه عندي دائريه، ودرت واحد الغلاقه ديال قرعه، اي قرعه، المهم كتقبيها من الوسط صافي. وكنخليوهم يرتاحوا واحد ربع ساعه حتى يخمروا، وديك الساعه كنبداو نقليوهم. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، اكيد غادي يعجبكم. وما تنساوش تابوناو عندي بالنسبه للناس الجداد، وديروا بارطاج للناس اللي كتعرفوا، وواحد التعليق يكون محفز، ولايك لايك لايك. شكرا لكم بزاف متتبعين ديالي، كنحماق عليكم بزاف، وبلا بيكم انا ما غاديش نوصل، وبالتعليقات ديالكم راه هي اللي كتزيدني القدام وكتحفزني بزاف بزاف بزاف. We'll be right back.
وهنا درت الزيت ديالي فوق النار. في الاول كنت مجهده البوطه حتى سخنات ليا الزيت، ونقصتها على نار مهيله باش ما يتحرقوش ليا لي دونات. من بعد ما خمروا انا درتهم دابا كيتقلاو. كيتنفخوا كيجيو تيجي الشكل ديالهم زوين، تيجيو منفوخين بزاف. وتيتحمروا راهم ما تحرقوش وجاو محمرين، اللوين ديالهم جا غزال بزاف بزاف بزاف. البنات والله العظيم الا كيجيو زوينين، انا كنديرهم لوليداتي صراحه كيعجبوهم بزاف. نتمنى تجربوهم، جربوهم وردوا عليا اخبار. من بعد ما ذوبت الشكلاط ديالي الاسود والابيض بديت كنزين في لي دونات ديالي بالشكلاط وهذا الفيرميسيل الملون والاسود والحبيبات الزرقاء في الالوان. انتم يمكن لكم تزينوا بداكشي اللي عندكم، اللي ممكن عندكم زينوا به. صراحه انا هادشي متوفر عندي، زينت به، درت اللون الازرق و
اللون الذهبي، ودرت الفيرميسيل الملون والاسود. الصراحه جا الشكل ديالهم زوين. انا ولدي كان تايب كيف هذه اللحظه، يعني لدرجه ما خلانيش انني نكمل التزيين. سلاوهم ليا في دقه واحده، باقي ما حطيتهمش. يعني كيعجبوا الوليدات بزاف بالنسبه للمناسبات، الاعياد، لعيد ميلاد. وهذا هما لي دونات ديالي، نتمنى يعجبوكم، يمكن لكم تزينهم باش ما بغيتو. وما تنساوش تابوناو عندي في القناة بالنسبة للناس الجداد، وواحد تعليق محفز. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش بارطاجيو.